يعني احنا لما بنروح اكبر كنائس العالم، وبالمناسبه بيبقى معانا فرق او فرقه من نفس البلد اللي هناك بيعملوا بيرمموا او بيبقوا معانا، ف وشعار هنا نصلي معا. جمال الاستاذ جمال الغيطاني الله يرحمه حضر معانا في كنيسه سان جيرمان في باريس، وشاعر جميل سيد حجاب تاثروا جدا جدا بالمساله، وحتى كتب مقالة حقيقة أنا سعيد بيها جدا أستاذ جمال، عبور انتصار في باريس، لأن أهم الشخصيات جت صلوا، وده شيء الحقيقة أنا بعتبره حاجة مهمة. ملتقى هو ملتقى للأديان. صحيح. احنا المفروض هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنرجع نسمع تاني، بس خلونا نعمل الفاصل بأنه كل واحد فينا هيصلي على كل الأنبياء، يعني سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مش عارف أنا برضو ليه دايما نقعد نقول عليه السلام بس، يعني مفيش حاجة اسمها كده. بالمناسبة ربنا قال لنا كلهم عليهم صلاة وسلام من ربنا سبحانه وتعالى، فالكل منورنا. أنا مش من أنصار التوصيف المذهبي والطائفي والديني، احنا مصريين لطاف جايين نسمع أغنية ونوري الناس أنه ابتسم فعلا أنت في مصر. هستأذنكم اتفضل. أنا هل ممكن قبل فاصل بس أقول بس حاجة خاصة؟ لا تقول حاجات. يعني أنا طبعا البابا شنود رحمه الله شخصية الله وطنية جامدة جدا الحقيقة. ما كونت الفرقة كانت سماع، وكان الغرض رسالة السلام، وكتبت لقداسة البابا قلت له إن هنعمل كذا، وعاوزين مجموعة من الشمامسة ينضموا للتأكيد على الشخصية المصرية لأنها شخصية واحدة. عاوز أقول لك انفعل وكتب على البركة، أنا بعتبرها طبعا وثيقة. وبقى والحقيقة بعتوا أهم المرنمين واللي بيقودهم أنطون ابن المعلم إبراهيم عياد. أيوة طبعا، اللي احنا هنستمتع بيه يعني خلال أيام قليلة مع أنطون. فالحقيقة الفرقة دي بتضم أصوات من الأقاليم على مستوى الإنشاد، يعني التراث الإسلامي والترانيم وايضا التراتيل والالحان القبطيه. هنطلع الفاصل بس مين من الصعيد يرفع ايده؟ كتير. لا. مين من الصعيد؟ صعيد ارفعوا ايديكم. عاش الصعيد، عاش عاش عاش.